اهلا بكم. طبعا الحوار على الاسنان الجميله يعني ممتع جدا. خلينا اقول لكم حاجه لطيفه وطريفه وكلنا بنحبها، كلنا بنعز ان احنا نشوف الجميلات والناس اللي قبل وبعد وازاي كان شكلهم. عملوا يعني تصنيف رائع جدا لاجمل ابتسامه في العالم. بصوا بقى، والموقع يعني كما يحب ضيفي دايما موقع بريطاني اسمه ميرور. طيب قالك اجمل الابتسامات في النجمات العالميات والسليبرتي المشهورين، هو رقم واحد حصلوا عليها دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، دي تصدرت قائمة اجمل ابتسامة في العالم. دي اجمل ابتسامة، طبعا هي فيها حتة يعني برضو ايه يعني مجاملة شوية ماشي. جت بعديها هولي ويلغباي، دي تاني اجمل ابتسامة في العالم، طبعا مش باينه قوي الصوره ماشي. وبعدين جه بعد كده شيرل فرنانديز الزميله العزيزه دي مقدمه برامج، بس طبعا يعني ربنا فتح عليها شويه. وانجلينا جولي جت في المرتبه الرابعه، وبعدين ميشيل كيفن جت في المرتبه الخامسه. الجميله ايما جت بعد كده، جينيفر انستون اللي انا يعني بحبها جدا، جينيفر انستون دمها خفيف وسكره. وبعدين بعد كده كيرا نايتلي دي ممثله برضو، وكيلي بروك عارضه ازياء جت في المرتبه التاسعه. طبعا يعني كلهم جميلات وكلهم حاجه مذهله للغايه. يبقى شيء انه الجمال في تجميل الاسنان بيكون بيغير الشكل ده. انا هوريكم واحده قبل وبعد، يعني انا عايز اوريك حاجه قبل وبعد، زي مثلا الممثله والمغنيه الامريكيه هيلاري داف، دي قبل وبعد حاجه مختلفه تماما. قبل وبعد، طبعا قبل السنان غريبه وكبيره وبتاع، وبعد برضه هوريكم حاجه سيلين ديون اوضح. يعني سيلين ديون سيلين ديون كانت حاجه مزعجه جدا، وبرضه بعد ما اتعملتش صح قوي، لكن هي كانت قبل نيكولاس جيج كانت المسألة طبعا مزعجة جدا سنانه. دلوقتي عملها بشكل برضو جيد جدا الى حد كبير، فرق معاه نيكولاس جيج اللي نور مصر، وده من الناس السكر يعني. ده حوار كلمة قبل وبعد ومين احلى ابتسامة. لكن التجميل عالم مثير، ديجيتال سمايل، عالم فيه تكنولوجيا ولكن فيه برضو الفن. ما بين التكنولوجيا والفن، ما بين المهارة والدقة والكلفتة، كلفتة فارق كبير جدا. كلفتة يعني ان انا اعمل لك حاجة بسرعة، لا في بقى الدقة. تعالوا نفهم النهاردة ايه عوامل النجاح الخفية في عالم الاسنان، وايه ابجديات اللي انا اقدر اقول ان انا بعمل شغل في حرفنة في عالم الاسنان. ده حوار مثير للغاية مع ضيفي العزيز. بسعد جدا بشغله، بسعد جدا باجتهاده، بسعد جدا بطموحه المتزايد الرائع المستغرق. انا دايما بقول انا بحب جدا الدكتور اللي لما اشوفه واقعد معاه واعمل معاه ديسكشن ويكون ضيفي كده، وطبعا تقلب المسألة الصداقة، اقول ان هو born to be كذا، هذا الضيف بورن تو بي دكتور اسنان، ولد لكي يكون دكتور اسنان. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور كريم ابراهيم. الماشين ما بتشتغلش لوحدها، دايما في حد بيشغلها، وبالذات في نقطه الديزاين. افكار الناس عن الزراعه ساعات بتبقى غلط خالص. مش معنى ان انت فاقد مثلا 12 سنه انك هتحط 12 زرعه. في انجلترا يحاكموك، يحاكموا الدكتور اللي يعامل مريض السكر اكنه اقل من اي مريض عادي. في تخصص نقدر نقول اهم في طب الاسنان؟ علميا مفيش حاجه اسمها كده. اعلى تريتمنت اوبشن في العالم في تعويض الاسنان هو الامبلانتس، هو الزراعه. نسبه السكسس ريت بتتخطى ال 95%. الاستاذ الدكتور كريم ابراهيم زميل الكليه الملكيه لتجميل الاسنان جامعه ادنبرا، استشاري التركيبات الثابته لتجميل الاسنان، المدرب المعتمد ببرنامج الزمالة الدولي لتجميل الأسنان.
ضيف العزيز طبعا الصديق والزميل العزيز، هو طبعا احنا زمالة طب لكن هو طب اسنان وانا طب بشري، لكن يعني بسعد جدا بزيارته الاستاذ الدكتور كريم ابراهيم. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بك. انت واحنا بنتكلم دلوقتي قلت لي انا ما يعني الاسئله، انا نفسي شايف ان في حاجات انت وريتها لنا بتعملها عندك كده احلى من المعموله دي. خلينا نقول مثلا الابتسامات دي اتعملت من سنتين، من سنتين لدلوقتي تطور غير طبيعي. ففعلا انا ما لفتش نظري ولا من دول غير انجلينا جولي. يعني الوحيده اللي كانت لفتت نظري ان ابتسامتها كويسه، ان سمايل ديزاين بتاعها كويس. خلينا نقول من سنتين حاجه ومن دلوقتي حاجه. معظم الابتسامات دي قديمه شويه، فلا بنعمل يعني انجلينا جولي هي اللي لفتت نظري ان هي سمايل ديزاين حلو، معمول جدا، معمول فاين كويس، سمايل كارف مظبوط، شكل الاسنان متراس، الوضع كويس. هل دي صوره حديثه شويه كمان ليها؟ يس لان هي الوزن بتاعها متهيألي الرفيع قوي ده حديث. لكن معظم الابتسامات التانية فيها مشاكل كتير. انا شفت انا مثلا كيت ميدلتون اللي خدت خالص يعني اللي هي رقم واحد خالص اهي اتس نوت بيرفكت، ما في بروتروجن. هقول لحضرتك حاجه كده بسيطه، في ميد لاين شيفت. الميد لاين بتاع الاسنان مش ماشي مع الميد لاين بتاع الوش كله. بالظبط كده، يعني دي حاجه بسيطه من الحاجات، يعني اسنانها كلها جايه ناحيه اليمين بتاعها والبروتروجن ما زال موجود. يس هي صحيح. عندها سنة بروز صحيح، السمايل كيرف مظبوط. لكن في حاجات ممكن تخلي الابتسامة احلى من كده. اوكي يس. هناك عنوان النهاردة، معلش يعني هستلفه من الكورة شوية، الحرفنة والكلفتة. فارق كبير بين الحرفنة في التجميل والكلفتة اي حاجة. فعايزك تقولي واحنا بنتكلم كده التكنولوجيا الحديثة عملت فرق كبير، هل أفادت الحرفنة اللي نطلع الحاجة مظبوطة ولا خلتني نمشي في اتجاه الكلفتة، التسرع وان انا اسلم الحاجة بناء على ان التكنولوجيا عملتها؟ زي ما حضرتك بتقول ان الابتسامات دي لو اتعملت من فترة لا it's not perfect، في حاجات كتير ناقصة كنا ممكن نعدلها and it will be fine. مشكلتنا الرئيسية ان الجهاز ساعات بيقود الدكتور مش الدكتور اللي بيقود الجهاز. يعني الجهاز هيديك سرعة وهيديك سمايل ديزاينز حلوة، بس انت محتاج تحلل الابتسامة دي. زي ما قلنا ليه على مدار سنتين شايفين ابتسامات مرعبة، شكلها مش حلو، وضعها مش كويس، لسبب واحد اتكلمنا فيه قبل كده، هو السمايل اناليسز. انت ما حللتش، ما ذاكرتش كويس الحالة، فبالتالي النتائج ممكن تطلع حلوة باي لك وممكن تطلع وحشة. النسبة قد ايه في الابتسامات؟ 80-20. يعني 80% تطلع حلوين، يعني لو جالك 10 دكاترة ممكن 8 منهم يطلعوا كويسين، بس لو انت عايز تحافظ على 20% اللي فاضلين دول لازم تذاكر كويس، لازم تعمل اناليسز، لازم تعمل سمايل اناليسز كاملة لشكل الوش. ابتدينا لو احنا الحلقة اللي فاتت دكتور ايمن اتكلمنا ان انا بشتغل على 45 نقطة في وش العيان. 45 انا قلت لأي دكتور لسه بيبدأ تجميل اسنان 23 كويس قوي بالنسبة لك. ابتدوا الناس يقولوا ايه ال 23 وايه ال 45، وصمم. يعني انا بشكر فريق الاعداد جدا النهارده عند حضرتك، لان احنا تعبنا جدا في تحضير الحلقه دي من الصبح. يعني تحضير الحلقه دي تعبنا فيها جدا، هم بذلوا مجهود، وهيبقى كلامنا تقيل شويه على الناس لانه كلام علمي اكتر، بس هنحاول نوصل لهم، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. هنبسط شوي، هنبسط ان شاء الله مش هيبقى تقيل ولا حاجه، عشان نوصل لهم يعني ايه سمايل ديزاين. تصميم دي مش كلمه مبتذله يا جماعه، بالعكس دي كلمه مهمه قوي. يعني ايه ديجيتال سمايل؟ انا ما بحبش ديجيتال، يعني يعني هي صحيح اسمها ديجيتال سمايل ديزاين، بس انا دايما بحب اسكيب كلمه ديجيتال وبقول سمايل ديزاين بس. الديجيتال معناها ان انت صحيح بتصمم، بس بتدخل كمبيوتر معاك عشان يديك الشكل النهائي للتصميم اللي انت عملته. فايتس مين فعلا ديجيتال سمايل ديزاين، بس انا دايما عشان بخاف الناس تتسرع ويفتكروا ان الجهاز ده او السرك هيعملوا الديزاين، فبقول سمايل ديزاين بس. اعمل تصميم الابتسامه بتاعتك عشان تشتغل عليها. يعني ايه ديجيتال سمايل ديزاين؟ يعني هعمل شكل اسنان المريض قبل ما اشتغل، قبل ما اشتغل المريض يشوفها وانا ادرسها وبعد كده نبدا نشتغل. دايما بيجي لنا اتصالات، انا عملت والله ابتسامه مش عاجباني، ايه الحل؟ الحل ان انت لازم نحللك تاني من جديد، يعني لازم نحلل الابتسامه عشان نقدر نذاكرها كويس فنطلع لك حاجه مختلفه. طيب هو برضو الناس معلش انا هكلم بلغه الناس البسطاء،
يقول لك انا حاسس كده ان انتوا يعني برضو هتلفوا وتدوروا على كلام طبي صعب ومش هنفهمه. فانا عايز اشوف اول حاجه بالنسبه للناس العاديه يعني ايه تصميم ابتسام. صحيح. بص يا دكتور ايمن، ببساطه انت عايز تعرف المكان اللي انا فيه بيصمم ابتسامه ولا لا. لازم تبقى متاكد ان في صور بتتاخد لك، واحنا اتكلمنا في النقطه دي. انا بشتغل على 21 صوره، يعني انا اي مريض هيشتغل سمايل ديزاين عندي باخد له حوالي 21 صوره، وهنشرح ليه خدنا ال 21 صوره دول. باخد له حوالي 3 فيديوهات حركات معينه عشان نقدر ندرس الحالات دي، وفي الاخر بعد التحليل ده بنوصل لحاجه اسمها الموكب. الموكب ده الشكل اللي احنا وصلنا له، نبتدي نحطه على شكل وشه فيبتدي يقول ده كويس، لا انا عندي تعديلات معينه، وبعد كده نوصل للفاينل. طب لو الخطوات دي ما تمتش، اعرف ان انت بتشتغل ابتسامه بالحظ، باي لك، maybe good and maybe bad. فاحنا النهارده لو هنشتغل سمايل ديزاين وهنفهم الناس يعني ايه سمايل ديزاين، لازم نبدا الحكايه من بدري خالص. تعالوا نجيب للناس كيس او حاله. الحاله دي اول ما جت لنا كانت عامله ازاي، الدراسات اللي احنا عملناها عليها، وبعدين وصلنا بيها ازاي. وده اللي احنا هنشوفه النهارده بالصور، ويا رب الناس تقدر تفهمنا ويوصل لها المعنى اللي احنا عايزين نوصله. ايه الفنيات بقى اللي انت بتحطها في الاعتبار وانت بتعمل تصميم الابتسام؟ الداتا. انا عندي يعني داتا كتير. الداتا يعني انا عندي معلومات كتيره قوي عن العيان. مش مجرد حضرت الاسنان ويلا استنى ساعه انا عندي السارك بيعمل الشغل بسرعه تعالى استلم، انا ما عنديش كده معلومات عنه. الفنيات تتحط لما تذاكر كويس قوي، انت فهمت وش المريض ده. احنا شفنا المركز الاول في الابتسامه عندها ميد لاين شيفت. الدكتور ما درسش ان الميد لاين اللي هو الميد لاين بتاع الاسنان يبقى ماشي مع الميد لاين بتاع الوش او يعني ناس كتيره بتبص على الابتسامات ويقولوا دي شكلها حلو دي شكلها مش حلو. فالفنيات تعتمد على دراسه، الدراسه دي منها عشان نوضح الوش بيتعمل عليه خطوط ازاي. في ميد لاين اللي هو الخط الاخضر اللي في الوسط ده، في الانتر بيبولري لاين اللي هو الخط اللي ما بين العينين اللي بيوصل ما بين التو ايز، في الخط اللي هو الكاناين جايدنس اللي هتحط اماكن النبات فين. لو نبص على البنوته اللي شعرها اصفر، الصوره اللي تحت في حاجه اسمها السمايل كيرف، الصوره بتاعت بقها اللي تحت، اللون الخط الاخضر اللي معمول شفايفها اللي تحت بتتحرك ازاي، لان ده هيترسم عليه السمايل كيرف. كل التفاصيل دي لو اتعملت مظبوطه هيطلع لك ابتسامه مظبوطه. خليني احكي قصه بسيطه عشان نوضح قد ايه مدى الاجتهاد بالنسبه للسمايل ديزاين. انا كان عندي ممثله صديقه بدون ذكر اسمها، هي دايما بتؤمن بالحسد وبتؤمن بالحاجات دي. عملنا لها سمايل ديزاين تحفه، كانت طايره بيه من الفرح. راحت عملت عمل معين او شغل معين والعمل ما نجحش يعني. راحت جت قالت لي انا هغير السمايل ديزاين دي. قلت لها ليه انت معترضه فيها على حاجه؟ قالت لي لا هي بس نحس انا لازم اغيرها. درست الحاله تاني، اشتغلت عليها، ما لقيتش فيها اي مشكله. قلت لها الابتسامه دي احلى حاجه ممكن تكون عليكي. قالت لي مالكش دعوه بالتكاليف انا هغيرها. قلت لها لا انا مش هغيرها، ده اخر حاجه نقدر نعملها. زعلت مني جدا ويعني يمكن قطعتني وقالت لي انا يعني زعلانه منك جدا وهروح اعمل السمايل في مكان تاني. هي طبعا ما عملتش كده. اتصلت بيا بعد حوالي 6 شهور قالت لي انا اسفه. نجحت بعد كده واشتغلت وفهمت ان الاسنان مش نحس ولا حاجه. قالت لي ده اجمل ابتسامه، انا بشكرك ان انت ما غيرتش. قالت لي انت ايه حجم الاصرار اللي خلاك ما تغيرش الابتسامة؟ قلت لها فعلا اني درست الحاله كويس قوي وطلعت كل المجهود اللي عندي وذهني فيها، فما عنديش جديد اقدمه لك، فلو كان فعلا شفت ديفكت كنت هغيرها. قالت لي ده انا قلت لك التكاليف مش مشكله انا هغير. قلت لها هي الفكره، هل انا عندي جديد؟ لو كان عندي جديد كنت قدمته لك. والنقطه دي بقولها للناس كلها، ابتسامتك لو تم الاجتهاد فيها هتبقى احلى حاجه عليك واحلى شكل تقدر تشوفه. السؤال اللي هو دايما برضو المثقفين دلوقتي او اللي دخلوا عالم تجميل الاسنان بيسالوه، عندك كمبيوتر؟ عندك سيرك؟ خلاص يبقى انت عندك الحاجات اللي تنجحك. مثلا ما عندكش السيرك بتاع يبقى انت مش قد كده. هل ده صح؟ هل المتحكم الكمبيوتر دلوقتي ولا المهاره لسه موجوده؟ والله يا دكتور ايمن هو السرك مهم، يعني جهاز مهم لانه بيديك ديزاينز وبيطمن ان انت عملت السمايل ديزاين وان المعمل مش بيتدخل في الابتسامه. بس اهم من السرك يعني انا قبل ما اوري المريض الديزاينز والسرك
انا ببقى نفسي يسالني على الشهاده. يعني انا بوجه رساله لكل المرضى، والله العظيم ما عيب انك تسال الدكتور على شهادته، مش عيب. انا كنت بتعامل في انجلترا مع برضه ناس صعبه جدا، يعني ادنبرا شعب رخم جدا وشعب دماغه مقفله و و و، وكانوا بيسالونا على شهاداتنا، وكانوا بيسالونا هل انت قادر على الشغل ده، مع ان في انجلترا نظام صارم، يعني مش اي دكتور يشتغل اي حاجه، بس مع ذلك كان المريض بيسال وعنده الجرأه ان هو يسال الدكتور شهادتك تسمح ان انت تعمل لي ده ولا لا؟ طب انا شهادتي تسمح بده، طب فين الشهاده دي؟ وريها للمريض عشان يطمن. فانا بقول للمرضى ما تجيش تلوم عليا ان انا مش قادر اصلح لك حاجه اتعملت قبل كده لو انت ما سالتش. اعمل الحاجه وانت مطمن ان الدكتور ده عنده القدره العلميه الاول ان هو يعمل ده، وبعد كده طبعا اطمن على السمايل ديزاين، اطمن ان الحاجات اتعملت بالسرك، اطمن ان في اكس رايز اتعملت، بس الشهاده اول حاجه. بص بقى، انت قلت حته بقى يعني ذكيه جدا، وانا بقول لاي حد، اي مريض هيروح لاي حاجه، اي تخصص، اسنان او غيره، بس خلينا في الاسنان. لو انت دخلت وسالت الدكتور على شهادته، لو سمحت وريني الشهاده، وبدات تقراها ودققت فيها، الدكتور لو واخد شهاده محترمه ومعتمده مش من 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 جامعه من مصر او خارج مصر، من مصر، وهو فخور بيها، هيبقى سعيد جدا بهذه الحركه، هيبقى سعيد جدا. افرض اتنرفز عليك، ابتسم ابتسامه كبيره، انت ايه كده فلت من مأزق، لانه لو اتنرفز عليك انت جاي بتمتحني، انت جاي تقول لي مش عارف ايه، حلو قوي، قول له باشا 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 واقلب امشي، ما تخافش، ده لو اتنرفز يبقى فعلا حقق القصه. الدكتور اللي معاه الشهاده بيبقى فخور بيها جدا، فخور وحاططها في مكان عيد. واضح، والمريض يقدر يقراها. يس جدا يس يس جدا. لكن اتنرفز عليك، ده انت كده انت بقى اتنرفز عليه، قول له طالما انت اتنرفزت يبقى انت متهم، وطالما انت متهم يبقى ما متشكرين باشا، وتروح جاي ايه ماشي، صح كده؟ صحيح. طب تعالى نبدا باول حاله، نطبق اللي احنا بنقوله على الحاله الاول. خلينا بقى يا دكتور ايمن نقول ان المريض سمعني انا وحضرتك واحنا بنتكلم، فقال انا مش مصدقك، انا مش مصدق الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، كل الناس بتقول انت بتتكلم لغايه دلوقتي كلام نظري وعلمي، انا عايز اتاكد واشوف حاله اتعملت سمايل ديزاين، نعمل ابلايد اناتومي، انا ابلايد كلينيك، نطبق الكلام، نوري الناس بقى ايه اللي بيتم. طيب خلونا نبدا باول صوره للمريض ده، ونبدا نتكلم عنها في تفاصيلها الدقيقه. المريض ده دي اول صوره اتخذت له عندنا في المركز، خلينا نوضح الصوره دي بتبين ايه، وده كمان دكاتره الاسنان هيستفيدوا بيه جدا. دي اسمها البوز فوتو، يعني المريض وهو بيقول بوز ما بيبتسمش ما بيضحكش، ده السكوت بتاعنا، حاله السكوت. لو خدنا بالنا في البوز سمايل ده مش الشكل اللي المفروض يبان من الاسنان، ده المفروض يبان 2 مللي من الاسنان اللي فوق، والاسنان اللي تحت تبان خفيف قوي او ما تبانش خالص. لو بصينا على الصوره دي هنلاقي الوضع مختلف. يبقى اول صوره اسمها البوز سمايل بيتم تحليل ليها، ده اول حاجه. انت بتشوف المريض وهو بوزنج، بوز اللي بيبان منه عشان تحلل. خلصنا الصوره دي، طب تعالى نخش على الصوره اللي بعديها. الصوره اللي بعديها دي السمايل البدائيه خالص، ان انا قلت له نكته سخيفه فابتدى يضحك ضحكه بسيطه خالص، اللي بيبان اسنان الشكل ده. طب تعالى نحلل حجم الاسنان اللي بيظهر في الابتسامه دي قد ايه؟ الشفايف اللي تحت بتتحرك ازاي؟ الباكل كوريدور مقفول ولا لا؟ لو خدت بالك يا دكتور ايمن ان الناحيه الشمال عنده الاسنان بتبان فيها اللي فوق اكتر من الناحيه الثانيه. يعني لو خدنا بالنا في الصوره دي، يعني انا بقول تبس مش هقول كل النقط عشان بس الناس تفهم. الاسنان اللي فوق في ناحية الأسنان اللي فوق باينة فيها أكتر من الناحية التانية، حط يا دكتور التجميل بتاع الأسنان ده في اعتبارك وأنت شغال. السبيسنج حجم الفراغات اللي في الأسنان دي قد إيه؟ عشان لو هتقفلها الأسنان هتعرض قوي، طب البروبورشن بتاعتها عاملة إزاي؟ طب تعالوا نخش على الصورة اللي بعديها. الصورة اللي بعديها وايد سمايل، سمايل فاتحة قوي، ابتديت أقول له نكتة بقى ظريفة شوية فابتدى يضحك أكتر، فابتدت الجام شو تبان، اللثه تبان، فابتدينا نشوف علاقه اللثه
بالاسنان قد ايه. طب هل الشفايف بتتحرك سيمتري ولا بتتحرك حاجه وحاجه؟ دي سيمتري، يعني الشفايف في ناحيه اليمين بتتحرك زي ناحيه الشمال، بس مع ذلك في ناحيه اللسة فيها بتبان اكتر من ناحيه. يا دكتور خد بالك من النقطه دي وانت بتشتغل السمايل ديزاين ده، لما ضحك قوي اسنانه اللي تحت يعتبر بانت كلها، واسنانه اللي فوق بانت كلها وبان جزء من اللثه. دي صوره ثانيه اشتغلنا عليها. طيب ايه كمان؟ الميد لاين في الابتسامه العريضه دي بيبان الميد لاين شيفت او الـ 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 الخط الوسطي اللي ما بين الاسنان، هل ماشي مع الخط الوسطي بتاع الفك ولا لا؟ وهكذا وهكذا. طيب لو دخلنا على الصوره اللي بعديها، الصوره اللي بعديها دي سمايل اكبر، دي اللي بنسميها الدوشين سمايل او الضحكه الفظيعه اللي هو عينه قفلت فيها. وخد بالك دي ما بنعرفش نجيبها بالصوره، يعني انا خدت سكرين شوت من فيديو ضحكناه قوي عشان نعرف نجيب الشوت دي، يعني انا مش عارف اضحكه في صوره بالمنظر ده، لان دي ضحكه اللي هي الدوشين سمايل دي اللي عينه قفلت من كتر الضحكه دي، خدتها له فيديو ورحت واخد سكرين شوت من الفيديو عشان اشوف اقصى حاجه يقدر يعملها، دي اقصى ابتسامه يقدر يشتغلها. الصوره اللي بعديها دي خطيره، معلش كل الناس تركز معايا في الصوره دي. الصوره دي عايز الناس تشوف علاقة الأسنان اللي تحت بعلاقة الأسنان اللي فوق. العضة. العضة. العضة دي يا جماعة مش العضة الطبيعية، دي حاجة اسمها كروس بايت، أسنانه اللي تحت هي اللي خارجة لبره، وأسنانه اللي فوق داخلة لجوه، ده مش الطبيعي، إحنا الطبيعي الأسنان اللي فوق هي اللي بره، والأسنان اللي تحت هي اللي جوه. يعني ده عنده كروس بايت، يعني بيعض عضة مختلفة عن النورمال. والمفاجأة اللي الناس هتكتشفها ان هو بقيه اسنانه بتعض صح، الحته اللي قدام بس هي اللي بتعض بالشكل ده، يعني بقيه الضروس بتاعته داخليا وهتشوفوها في الصور بيعضوا اللي فوق قدام واللي تحت ورا، لكن الاسنان الاماميه الحوالي الاربع او خمس اسنان الاماميين هم اللي بيعضوا بالشكل ده، فبنسميها كروس بايت. العضه مش منتظمه، في اماكن بتعض بشكل وفي اماكن بتعض بشكل. طيب احنا اتفرجنا على حوالي 6 7 صور، انا باخد 21 صوره، طبعا مش هنعرض ال 21 بس خلينا نتكلم على الصور دي. كل صوره من دول خدنا فيها حوالي 5 6 نقط دراسه، اتجمعوا عندي انا ال 45 نقطه اللي انا بشتغل عليهم. تعالوا نقول مين المتخصصين اللي هيخشوا. المريض لسه قاعد، دي كل ده صور، احنا لسه ما خدناش فيديوهات، لسه ما خدناش الفيديوهات خالص، لسه هنعرض فيديو. ابتديت اجيب مين هيشتغل في الحاله دي. تعالى يا دكتور علاج اللثه بص لي على الحاله دي، هل اللثه محتاجه تدخل بالنسبه للبيشنت دي؟ خد المفاجاه دي يا دكتور ايمن، قال لي لا مش محتاجه. ليه؟ الحته الوحيده اللي بانت فيها فرق في اللثه الدوشين سمايل، اللي هي السمايل الفظيعه قوي، مش ممكن بالظبط مش هتبان ابدا. يعني ده احنا خدناها في وسط فيديو عشان نعرف نلقط الشوت ده. فتخيل ان احنا وفرنا على المريض شغل، يعني في دكتور تاني ما درس اصلا الحاله، طب خش يا بتاع علاج اللثه لازم تظبط اللثه، ما عرفش ان اللثه دي مش هتاثر قوي، يعني المريض في غنى عن انه يخش ويقطع بالليزر ويظبط اللثه، لان السمايلز بتاعته كلها اللثه ما بتبانش فيها، وما فيش غير ابتسامه واحده لقطناها بالعافيه عمرها ما هتبان للمريض. فدي مفاجاه، علاج اللثه قال لي لا تمام اشتغل على الوضع ده. امال مين اللي اتشالت واتحطت؟ دكتورة التركيبات العضة. ليه؟ الكروس بايت دي خطيرة، خدوا بالكم منها. أمانه وما اشتغلش على أسنانه، دكتورة التركيبات المتحركة أو الحركة المسؤولة عن إنها تدرس عضة العيان نورت لنا نور أحمر، خدوا بالكم الابتسامة لو اتعملت على العضة دي هتتكسر، ودي كانت المفاجأة. يعني يا دكتور أيمن الطبيعي إن الدكتور لما بتجيله الحالة يقول أنا ما غيرش عضة العيان، أنا مالي؟ هو انت متضايق منها؟ لا مش متضايق منها، خليها زي ما هي وابقى في غنى عن ان يقول لي لا العضه الجديده مش عاجباني، لا مش عارف ايه. فانا كنت بفكر في كده في الاول، سيب المريض يعض زي ما هو طول عمره بيعض، ما تتدخلش. لما استشارنا دكتوره التركيبات وهي ماستر في القصر العيني في التركيبات قالت لي بالعكس، انت لو غيرتها له العيان ده حياته هتتغير وهيعض كويس قوي واحسن من الاول، والتركيبات بتاعتك مش هتتكسر. ليه؟ الكروس بايت دي هتخلي الاسنان اللي تحت تفضل تطلع لقدام، تفضل تطلع لقدام، فحتى لو حطيت عليها كراونز او فينيرز يبقى
هيبقى عنده حاجه و40 سنه هتلاقي الاسنان اللي تحت دي اتفرغت خالص وبقى شكلها وحش جدا بالظبط كده. يبقى اظبط البايت ده في مصلحه العيان، ما تخافش من ده. يبقى اظبط العض، اظبط العض، اظبط الكروس بايت. يبقى دي تاني نقطه ان في متخصص تاني داخل في القصه دي. طيب ابتدينا نستشير مين بقى في النقطه دي؟ ما احنا لو هنظبط العضه نستشير الاورثودونتست دكتور التقويم. هو دكتور التقويم انت هتتدخل معانا في الحاله دي؟ اه هتدخل عشان اظبط لكم عضه عشان تخش لجوه وتشتغل عليها. ما بين الدكاتره دول دكتور التقويم انت محتاج وقت قد ايه عشان المريض لازم يعرف. ولو استغنينا عنك وابتدينا نعمل ريدكشن او نجهز الاسنان عشان نعدل العضه من غير تقويم، هل الاسنان هتحتاج علاج جذور؟ تعالوا النادي دكتور علاج الجذور ونبدا نساله. في وسط ده ابتديت اقول انا محتاج ايه؟ اشعه مقطعيه. اثر بالكروس بايت، ما المريض ده بيعض عضه مهلكه للاسنان اللي تحت. لو سبناه 10 سنين كان مهلكه للاسنان، فقلت مش ممكن يكون العظم في الوقت ده اتاثر. عشان كده الناس اللي بتقول لي احنا بنعمل اشعه مقطعيه في كل الحالات، انا مع الاشعه المقطعيه بس في مكانها ووقتها، مش كل مريض يعمل اشعه مقطعيه. ابتدينا نعمل اشعه مقطعيه لقينا العظم كويس، فابتدى ده ياثر في اختياراتنا. كل المتخصصين دول قعدوا مع بعض. اه يا دكتور ده انا لما هروح لدكتور كريم اكيد بقى هقعد 3 شهور اعمل القصه دي، ما هو يعني ده كلام كبير قوي. الكلام ده كله تم في يوم، يعني المتخصصين دول موجود، انا عندي 18 دكتور في المركز، فبيتم ديسكشن في اخر اليوم، تعالوا نراجع الحالات ونذاكرها كويس. كل ده تم في يوم، الصور، الفيديوز، التحليل، الديسكشن اللي بيتم عشان نحط ايه؟ خطه علاجيه، تريتمنت بلان. طب خلينا نقطع الكلام الفظيع العلمي المعقد ده ونوري الناس الفيديو بتاع المريض قبل. كل ما هو كل الكلام الفظيع الرهيب العلمي ده كان على الصور، ما هي كان كله تحليل الصور. الصور دي لوحدها توديك في داهيه. اه الصور مستوى العض او طريقه العض بالظبط، اللثه اخبارها ايه مع الابتسامه العاديه وبتاع، الفراغات اكيد دي خدت بتاع حركات، طب شكل العظم وتاثره بالعضه بالزبط الموجوده قبل كده، هل اثر في العظم ولا صحيح. لا الاشعه المقطعيه هتبين كل ده من الصور. انا انا الصور هي اللي بتقول لي اعمل كذا بالظبط. طب لو انت اعتمدت على الصور بس برضه انت مش هتوصل لنتيجه كويس، لازم الفيديو، لازم تشوف العيان ده بيتكلم ازاي. طب تعالوا نتفرج على الفيديو ده ونشوف العيان بيتكلم ازاي عشان اتاكد ان تحليل الصور تم مظبوط. زي ما قلنا قبل كده ان الاسنان اللي تحت هي بس اللي بانت في طريقه الكلام. طبعا هو كان ايه مش عايز يتكلم قوي، بس ابتدينا نضحكه وابتدينا نوصل عايزين نشوف اسنانه ايه. وكنت في الوقت ده باخد منه الكومبلين ال 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 الشكوى الرئيسية بتاعته. فهو ابتدى يقول والله أنا عضتي مش مضايقاني، لكن شكل الفراغات، أنا رحت لدكاترة كتير فالسمايل بتاعتي دايما هم متسرعين عايزين يشتغلوا ويحضروا الأسنان بتاعتي وأنا مش واثق في ده. أنا عايز أطمن إن أنا بعد ما أخلص الابتسامة بتاعتي مش هيحصل مشاكل عندي ولا في العضة ولا في الأكل. قعدنا نهزر معاه ونضحكه ونقول له مثلا هل انت بعد الابتسامه دي هتعمل ايه؟ وابتدينا نتكلم في ده. قال انا عايز اثق في نفسي، انا بشتغل في حاجه اسمها يعني برانش من فشكل اسناني بقى مؤثر جدا في القصه دي. لو الدكتور عمل ده في الكيس انت كده عملت اللي عليك، درست الحاله، خدت وقتك، دخلت المتخصصين، خدت رأي كل واحد، ابتديت تحط بلان. ابتدينا نحط بلان او الـ 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 الخطة اللي احنا هنشتغل بيها، وابتدينا نعمل حاجة اسمها ايه؟ سمايل ديزاين، تصميم الابتسامة. تصميم الابتسامة. طب تعالوا نشوف صورة تصميم الابتسامة دي كانت عاملة ازاي. تصميم الابتسامة يعني انت جبت ابتسامة المريض وابتديت ترسم عليها شكل الاسنان الجديد. عملنا الميد لاين شيفت، عملنا شكل الأسنان وأحجامها وعرضها وطولها، وابتدينا نعمل الخطوط بتاعتنا ونشتغل. هل المريض من حقه يشوف ده؟ من حقه آه، بس لو طالب سرعة مش هعرف أوري له كل الخطوات دي. فاهم قصدي؟ يعني المريض ساعات بيقول أنتوا ليه، يعني أنا بيجي لي بقى بعد مثلا حلقات زي دي دكتور أيمن مرضى عندي من زمان يقول لي ده أنا ما اتعمليش ده، أنا ما شفتوش. فلا هو اتعمل لك بس أنت ما شفتوش، إحنا ما كانش عندنا الوقت إن يعني نوريك كل الخطوات دي، لكن أي حالة عندي بيتم عليها الخطوات دي، الصور، الفيديوز، السمايل، ديزاين وهكذا. طيب إحنا هنا حطينا صورته
بابتسامته بالظبط على الكمبيوتر على عشان الكمبيوتر. نصمم الابتسامه عليه هو بالظبط. راح المريض برضه شكاك، قال لي مش مصدقك الخطوط اللي انت عاملها دي ما تعنيش ليا شيء، انا عايز حاجه واقعيه اكتر، عايز اطمن اكتر. وهنا هنبدا نروح لمرحله ايه؟ الموكب. انا هجهز لك حاجه شكل ابتسامتك وتحطها في بقك واصورك واعمل لك الفيديو. خد بالك يا دكتور ايمن، الفيديو اللي احنا عملناه بينطق فيه كل الحروف. وننزل ده على السرك ووريله شكل الاسنان. تعال نشوف صور السرك عامله ازاي عشان نبقى متخيلين الاسنان بتاعت السرك. واحنا بنشتغل بنبدا نشوف ترتيبها من قدام من ورا من الاجناب، وامسك السنه لوحدها واقعد الفها كده والفها كده واشوف وضعها ايه، الكونتاكت اريا التقاء الاسنان ببعض عامل ازاي، وهكذا من شكل الاسنان والسمايل ديزاين. لو خدت بالك يا دكتور ايمن احنا بنعمل حاجه اسمها سيمتري، يعني لازم السنه دي تبقى شبه السنه دي بالظبط، دي تبقى شبه دي. طب ده هيابلاي على الاسنان بتاعته ازاي؟ طيب خلينا اقول برضو ايوه ثبتوا لي الصوره دي معلش، دي حاله ثانيه. لا دي نفس انا عايز اوري فكره ايه. المريض دلوقتي انا وريته شكل اسنانه، بس هو مش مصدق ان شكل الاسنان دي هيبقى حلو عليه، او مش مصدق ان احنا بنشتغل على وشه لحد دلوقتي. يا جماعه الصوره دي متاخده من شاشه السرك، ودي الطفره اللي حصلت في السرك بس ما بيستخدمهاش غير المحترفين. انك ازاي تنزل وش العيان الحقيقي على الشاشه مش بس اسنانه، يعني اللي المفروض في السرك الاسنان تبان واوري له ابتسامته. فالمريض برضو كان بيقول لي لا مش مصدق مش حاسس. فابتدينا نجيب بروجرام وننزل بيه وش العيان على جهاز السرك عشان احط الاسنان على وشه وابدا اشتغل. صحيح ده مش نفس المريض، بس انا جايب الصوره دي مخصوص، ده دكتور عندي على فكره، بس احنا جايبين الصوره عشان نوصل للناس ازاي ان انا بعد ما بخلص تصميم السرك بحطه على وش العيان عشان يشتغل. زي ما اتفقنا ان المريض قالوا المريض مش مصدق، فابتدى يقول لي لا وريني الموكب. ابتدينا نعمل له الموكب. الموكب ده مسته ايه؟ الموكب اللي هو نموذج مجسم، نموذج مجسم هيتحط في بق العيان عشان يطمن ان الابتسامه بتاعته دي كويسه. مش بس الشكل، الحروف. مش انت هتلبس حاجه هتيجي تقول لي والله ده انا بقى سين 66 فطلعها 44 الام الاس. فابتدى كمان سين والث هم اكتر حرفين ممكن تحصل ده. في ناس الشين بالنسبه لهم مرعبه، شين مرعبه شين عشان لازم يلمس سطح الاسنان الخلفي. فالدكتور اصلا مش فاهم الفوناتكس بتطلع ازاي، فممكن الابتسامه ما تطلعش كويس. يعني عامل شكلها حلو، الصوت ما يطلعش كويس، الصوت ما يطلعش كويس، يطلع فيه هواء. لان الهواء ده في العيوب دي. لا المريض ماشي كويس ونطق بالموكب كويس، يبقى اتس فاين، يلا نكمل القصه دي. يبقى زي ما قلنا كل ده دكتور ايمن صحيح بيتم في وقت قياسي لوجود التكنولوجيا. عشان سالتني في الاول التكنولوجيا بتاثر قد ايه، بتاثر ان الخطوات دي لما كنا بنعملها من 3 سنين مثلا كانت بتتعمل في شهر، دلوقتي بقى بتتعمل في 3 ايام، يومين عشان احضر لك الموكب ويومين تستلم فاينل. ولو مريض مش عايز يعمل موكب بسلمه بعد يومين على طول بعد الاناليسز، وساعات في نفس اليوم لو عدد اسنان قليل، لو 6 اسنان مثلا بس. الموكب جاست الطمئن، يعني طمأنة العيان ان انا بطمنه بس. طبعا هو ده دور لكن ما يبقاش فاهم كل حاجة أو مش شايف كل حاجة، أنا اطمن للشغل اللي أنا عملته والتحليل اللي أنا عملته ماشي كويس ولا لأ. وقت قد إيه بياخدوا تحضير الموكب؟ يومين لو المريض عايز موكب يومين، لو مش عايزه أنا بشتغل على السمايل ديزاين وبسلمه في يومين على طول. وزي ما قلت حضرتك لو في يوم واحد بعمل له الموكب والاستلام في نفس اليوم. سؤال مهم برضو، الموكب بيعبر على الشكل النهائي 100%؟ الموكب بيعبر على الشكل النهائي في حالة إنك لقيت صورتك بتنزل على السرك. يعني لو صورتك اتحركت على السرك فيبقى فعلا الموكب هيعبر عن ده، لكن لو صورتك ما نزلتش على السرك يبقى الدكتور هيشوف الموكب وهيشتغل حاجه ثانيه. فايه اللي ياكد لك ده؟ زي ما اتفقنا ان السمايل او الديزاينز بتاعتك تنزل على جهاز السرك. بعد كده خلاص عملنا ده كله بدانا نشتغل. خلاص بقى ابتدينا نفكر في ايه؟
طب الاسنان اللي احنا هنطلعها من السارك دي شكلها عامل ازاي؟ انا جبت صوره للاسنان لوحدها الاول عشان اوري الناس احنا بنشوف الاسنان اللي احنا عملناها لوحدها ازاي. دي وقت ما الاسنان بتطلع من السارك. هقول ملحوظه الناس ما خدتش بالها فيها في اول الحلقه. شفتوا 10 ابتسامات في انجلترا او تابع موقع بريطاني عشان تشوفوا اجمل الابتسامات، ما فيش اسنان فيها فتحه قوي لو خدتوا بالكم يعني. ميرور يعني اختار اختار العشرة وهما ولا واحده فيهم كانت برايتن بالظبط كده، رغم ان هما بيتصوروا ب 5 دي هاي ديفينيشن كاميرا. يس يعني بيصوروا بكاميرات سينما، بيصوروا بحاجات هم مش عاملين الاسنان فاتحه، هم مش متعمدين ده. فانا عايز اقول ان الاسنان مش لازم تبقى فاتحه عشان ابتسامتك تبقى حلوه. نديها اشراقه بس يعني بلاش الالوان الفظيعه قوي لو بشرتك ما تسمحش. شوف معلش انا عايز بس اشوف مثلا انجيلينا جولي او اشوف اي صوره اي ابتسامه للبنات اللي موجودين مش فاتحه قوي بالظبط، مع ان يعني دي انجيلينا جولي يعني. طب واحده ثانيه يعني دي لو عملت اهو يعني عادي اسنان ليه بيطلع الشكل حلو قوي؟ لان المريضة عندها ثقافه فاهمه ان بشرتها قمحيه شويه فهتعمل ده. خليني على فكره دي مش اسنان حلو. ما هو انا بقى هنا السمايل كيرف مش مظبوط. دي السنتين الصغيرين في فراغ بينهم كان المفروض يطولوا شويه. التفاصيل البكال كوريدور يا دكتور ايمن مفتوح في ناحيه اليمين عندها في الحته دي. بالظبط كده. الباقي فاين، النبات كويسه وهكذا. اوكي السنان اللي في الوسط هي محتاجه كمان تعمل عمليه تجميل في المناخير. ماشي. فخليني اقول ان ده شكل الاسنان اللي احنا بنطلعها من السرك. طب ايه الدور بقى هنا؟ فين الدكتور الفنان هنا يظهر ازاي؟ الستينز الصبغات اللي هتحطها على الاسنان، هل هتفتحها قوي ولا تغمقها قوي؟ تعال نصور صوره للاسنان في بق العيان قبل ما الزقها كلوز قريبه قوي من شكل الـ 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 الاسنان عشان اشوف التكتشر واللون ماشي ولا لا مع اسنانه. الله. انا بجيب لكم كل الصور دي عشان تتخيلوا كام خطوه بنشتغلها من غير ما المريض ياخد باله. يعني المريض قاعد احنا قاعدين بنشتغل وبنحط صور. هو راجل اتصور وهو بيبتسم وبيضحك مش عارف انه يعني عادي. هو الناس بتصورني مشكرين بالظبط فيديو والناس بتصورني. انتوا قاعدين بقى بتعملوا تصميم والبتاع والموك اب على لقطات معينه وشوتس معينه لا وتصميم ابتسامه ده في اوضه ثانيه خالص بالزبط. هو ما هو مش قاعد يعني على الكمبيوتر احنا بنسهر عليها طول الليل مثلا. يعني هو خلص قاعدين نشتغل على تصميم ابتسامه. هنا اتاكدت من حاجتين يا دكتور ايمن. اولا التكتشر يعني دي سنانه الله دي سنانه حطيناها ولسه ما لزقناهاش بحطها واشوفها. التكتشر بتاعها عامل ازاي؟ تعريجاتها انعكاس الضوء عليها عامل ازاي؟ عشان اتاكد ان شكل اللي واللون مش ابيض قوي مش ابيض خالص على فكرة. يعني ده بالعكس ده فات غامق. وده الصراحه ثقافه مريض يعني المريض كان مثقف فانا وانا بتكلم معاه فهم ده. في مريض تاني يقول لي اعمل لي اسنان بيضه مالكش دعوه وساعات براعي ده لان هي رغبته في الاخر لكن ما يعني هعمله ديزاين حلو بس قصدي المريض ده كان مثقف الصراحه. كان قال انا يعني عرضت عليه اللون اللي انا شايفه قال لي اتس فاين اشتغل عليه انا واثق فيك. فابتدينا نشوف السمايل ديزاينز دي. هقول لحضرتك حاجه يا دكتور ايمن ممكن دكتور او مريض بيتفرجوا علينا يقول برضه مش مصدق. فين بقى ابتساماته؟ فين بقى افتر ازاي الابتسامه؟ وهقول لحضرتك مفاجاه برامج دايما بشوفها. معلش ثبتوا الصوره دي وهنقول على المفاجاه دي. ان الدكتور يجيب الحاله قبل وهي مبتسمه قوي ويجيبها بعد وهي نص ابتسامه. ليه؟ هو مش واثق ان الابتسامه لو ابتسم قوي هتعمل او من الجنب بس. لا انا عايز اكد للمريض ان المريض ده في جميع ابتساماته الشكل اتغير وبقى حلو. مش في حته مش في زاويه. اصل في دكاتره ما شاء الله عليهم روعه في التصوير فيعرف ياخد شوت للعيان من حته بس معينه يبين الاسنان حلوه مع ان اول اوفر الابتسامه مش جميله. دي اول صوره صورناها للعيان اللي هي البوز الاولانيه خالص يا دكتور فاكر. في المنظر الاولاني اول صوره بوز احنا هناخد صوره بوز بوز بقى افتر. كان ما بيبانش غير اسنانه اللي تحت بس. دلوقتي بقى في جزء من اسنانه اللي فوق بيبان. اتس ايديال ده لو رحنا وفتحنا الكتب هنلاقي ان ابتسامه البوز لازم الاسنان اللي فوق بوز. انت تقف قدام المرايه اي حد فينا بيسمع دلوقتي يقف قدام المرايه ويصور نفسه سيلفي ويقول كلمه بوز ويثبت ويصور يشوف لو جزء من الاسنان اللي فوق. طبعا كل حاجه ويذن رينج بس ده اول جزء. طب تعالوا نبدا نشوف السمايل الثانيه اللي هي دي ابتدت. تخيلوا كان بيضحك ازاي قبليها والفراغات باينه ازاي والاسنان ابتسامتك انت وانت بتتفرج على واحد في الفيسبوك بيكتب مثلا انتوا ليه حاسديني وليه عينكم معايا ومتابعيني.
فتلاقي نفسك انت فجأة تلاقي نفسك لو انت بعيدك مين يا حاج؟ بالظبط مين يا عم؟ في ناس من قال؟ اعلى بكتير. طيب ايه الصوره دي؟ دي الوايد سمايل، الصوره بقى بتاعت اللي النكته الحلوه بقى لما ضحك وانبسط. الله، لو الناس ابتدت بقى الله تشوف الصور. طب معلش الصوره اللي لا وبعدين انا معلش انا لا انا لا اخفيك اعجابي الشديد لانك انت عامل اسنان رجوليه. يس يس، ودي بقيت انا بقى عندي خبره كويسه ان انا اقدر ابص كده اقول لك ده دي اسنان راجل. يس يس، تختلف عن سنان مش راجل السنة. بس والله الابتسامه دي انا تعبت فيها عشان كده جايبها. يعني فيها شويه تفاصيل يا دكتور ايمن فعلا في غايه الجمال. طب ايه دي؟ دي العضه اختلفت ولا ما اختلفتش؟ اختلفت يا جماعه جداً. ده الاسنان اللي تحت دخلت لجوه والاسنان اللي فوق طلعت لبره. يعني المريض ده بقى بيعض كلاس 1 العضه المظبوطه اللي هو مفروض يعضها. وشوف انعكاس الضوء، في انعكاس ضوء، مش حاجه صماء بالظبط، عشان من الناس ما تقولش انت عامل اسنان غامقه. ده لما صورنا لون فاتح عليها، نور قصدي فاتح، واللثه مرتاحه ابتدت. هدي النقطه بقى يا دكتور ايمن. في دكتور تاني مش هيحلل، هيروح مدخل الدكتور بتاع علاج اللثه ويقعد يقطع في اللثه ويجهز، وكانت الحاله مش محتاجه. انت وحضرتك بتبص قلت لي دي اللثه مرتاحه، ليه ما تدخلناش اصلا؟ مش محتاجين نتدخل على اللثه دي. صحيح عملنا تنظيف للجير ونظفنا اللثه كويس. العضه دي سمايل اند سمايل اند سمايل. انا بحط الجمله دي ليه دايما؟ لان انا كنت بقولها في انجلترا دايما، ودايما دكاتره انجلترا يقولوا القصه دي. ان القصه مش اسنان حلوه، القصه ابتسامه حلوه. افهموا الفرق. انا دلوقتي ببتسم ابتسامه حلوه، مش اسناني شكلها حلو. لان الاسنان شكلها حلو وابتسامتك مش حلوه it doesn't mean anything. فالمريض اللي ساعات بيجي يقول لي انا عايز اعمل السنه دي بس واعمل ابتسامه حلوه، ما نقدرش، ده لازم تحليل او سمايل ديزاين وهكذا. طب في نقطه الناس ناسياها ونسيتها في وسط كلامنا. مش انت قلت ان انت صورت فيديو للعيان قبل؟ طب فين شكله وهو بعد بالفيديو بالموشن؟ مش ممكن تطلع طريقه كلامه مش حلوه او ابتسامته مش حلوه؟ لان انا عايز اكد للناس ان المجهود بيبان. خلينا نشوف الفيديو بعد يا دكتور ايمن عامل ازاي، ونشوف فيديوهين جنب بعض. دي افتر، دي ابتسامه العيان. خلي بالكم ان احنا قريبين قوي، عاملين كلوز بكاميرا كلوز. يس، الكاميرا الكلوز بتكبر كل حاجه قريبه. دي على كاميرا موبايل او كاميرا تصوير كلوز. ده احنا مقربين جدا وعاملين جداً. وانا جايب اصلا لينس للكاميرا بتاعتي اللي هي زي الكاميرا المعظمه كده بتكبر عشان تبان التفاصيل لينا احنا. طب تعالوا نشوف الفيديوهين جنب بعض. يعني انا عايز اشوف، لان هنا المريض اتسالت له نفس الاسئله يعتبر، هو نطق نفس الحروف قبل وبعد. ونشوف فرق الابتسامه في التغطيه. شوف هنا هو نفس المريض بنفس الطريقه، بس هنا باسنان جديده وهنا بالشكل القديم. فين الفروق في السمايل ديزاين؟ وهنا شايف البوز وهو ساكت، اسنانه اللي فوق باينه حته صغيره منها. هنا مفيش غير الاسنان اللي تحت اللي باينه في كل وعلى كلام. فكره الحكايه دي بتدي نوع من الرعب. يعني شوف بص، دي الثقه. عشان بس تاثير الابتسامه يا جماعه على الناس ده شيء مهم جدا. الثقه في الابتسامه اللي فوق، الاطمئنان ان انت قاعد قدام انسان مطمئن عليه. لما انا لسه كنت بتفرج، اكيد انت فاكر فيلم بتاع هوم الون. يس. عارف عملوا المجرمين بايه؟ باللعب في اسنانهم. يعني ما عملوش اي حاجه ثانيه غير اللعب في اسنانهم. تشوف هوم الون وهم كانوا عايزين في الوقت ده يظهروهم اغبياء شويه. ما اغبياء وشريرين اسنان. يعني اسنان مفرغه مفرغه وسنه ذهب وبتاع والراجل ده قال كده، قال لي انا شغال في مجال الماركتنج، بقنع الناس بافكار معينه، فازاي هقنعهم وانا شكل اسناني كده؟ لكن الفيديو اللي فوق يبان انا بقنعهم وشكل اسناني منتظم. في ممثل موجود في مصر دلوقتي، ممثل طيب كده، بيطلعوه في الـ هو محافظ على اسنانه. هو والله يا دكتور ايمن مش متخيل فارق العيان بالاسنان قبل وبعد. يعني شخصيه العيان بتتغير، ثقته في نفسه بتتغير، طريقه كلامه بتتغير. بص فوق تحت. طيب الفرق انت مش ممكن تبقى عايز تبقى شكلك كده بابك واحد جاي بيخبط عليك عايز يبيع لك حاجه بالزبط. هتبقى مطمن تحت او فكره طبعه. شركه معينه او فكره بيزنس معينه او ما في ناس بتبيع من بالظبط. انا قصدي يعني طيب العضه
صوره العض قبل وبعد عشان الناس تصدق. شايف ده اسنانه اللي فوق طالعه لبره وبيعض كلاس 1، ده بيعض كلاس 3 كروس بايت في الحته دي، اسنانه اللي تحت هي اللي طالعه لبره، وكانت لو سبناها شويه هتعمل. طب خليني اقول لك حاجه دكتور ايمن، دكتوره التركيبات والعض عندي ما اكتفتش بده، قالت لي في نقطه ناقصاك ولازم نشتغل عليها. ايه هي؟ بص بقى شوف الفروقات بقى، هنا جايب كل واحده بالظبط، ادي بقى العضه معلش مراجعه بس سريعه، لو واحده اول صوره اول صوره اللي هي الصوره الاولانيه قبل وبعد بالظبط دي العضه هنا، الاسنان اللي تحت هي اللي طالعه لبره يا جماعه، هنا اللي فوق اللي فوق هي اللي طالعه لبره ومفيش فراغات ما بينها. بعديها اللي بعديها عض قافله بقى تماما، مش بس هو فاتح بقه لا دي الوايد سمايل اللي هي عملنا سمايل كبيره قوي عشان الصور برضو اللي باينه. وخد بالك يا دكتور ايمن في الوايد سمايل بعد اللسه مش باينه، عشان الناس اللي هتقول ليه دكتور علاج اللسه ما لعبش في اللسه في المفاتيح، هنا القافله تماما، المريض قفل اكنه بياكل فابتدى لا العضه هنا اختلفت عن العضه هنا. طب اخر حاجه ايه يا دكتور ايمن؟ دكتور محترف هيجي يقول لي انت نسيت حاجه، المريض ده قفلته كده مظبوطه، بس لما يجي ياكل ويطحن الاكل ويعمل ارتكيليشن هيخبط، الاسنان دي مش هتطلع مظبوطه. جبت له الفيديو النهارده بالارتكيليشن، الاسنان وهي بتتحرك وبتطحن في بعض وبيعض، هتبقى مظبوطه ولا لا؟ صورنا فيديو وجبناه معانا عشان نوري الناس الارتكيليشن. الارتكيليشن هي حركه الطحن، يعني ما تجيبليش المريض وهو ساكت وعضته مظبوطه، هاتهولي هو بيتحرك. بص على دي يا دكتور ايمن وركزوا معانا، المريض دلوقتي قافل مفيش اي نقط عاليه عنده ومبسوط، تخيل بقى شوف هو بيتحرك ازاي، لان دي كانت عضته الاصليه فبيحاول لسه ما اتعودش. هنبتدي نشوف الارتكيليشن اسنانه وهي ايوه يمين شمال، عشان اشوف هل اسنانه وانا بتتحرك يمين وشمال بتخبط، يعني سامحونا طبعا احنا مقربين قوي من شكل اسنانه بس عشان اوصل لكم الفكره دي. هو ده يعني هنا اي واحد على فكره يقدر يطلع الفك من ورا لقدام، يعني بالظبط. في ناس بعد ما تعمل الابتسامات يجوا يعملوا الحركه دي ما يعرفوش يعملوها، اطوال الاسنان كبيره تفضل تخبط وتطرقع في بعض وهكذا. دي حاله حاولنا قدر الامكان نوصل بيها للناس معلومه. انا استمتعت، الله يخليك يا دكتور، استمتعت بالشغل الجميل ده وحييك عليه، واستمتعت كمان باصرارك ان انت في حاجه النهارده عملتها، انت النهارده يعتبر تقليد جديد وحلو جدا، انت رفعت مستوى ثقافه الناس، دخلت في دماغ الناس وقدمت لهم فكر متقدم جدا في عالم الطرح الخاص بالطرح الاعلامي الخاص بالشغل العلمي المرتبط بالاسنان وتجميلها. النهارده معلش الاول مره احنا نتكلم على التصوير وطرق التصوير وتحليل الابتسامه بشكل دقيق وخطه العمل وتداخل الفروع المختلفه من تقويم وتركيبات وعلاج لثه وتجميل وتقديم كل ده، يعني النهارده لا النهارده وجبه دسمه. انا شايف ان زي ما حضرتك قلت قبل كده الدكتور عندهم ثقافة تسمح لهم ان هم يستوعبوا ده، خلينا نسيب الكلام اللي زي ما حضرتك قلت في بداية الحلقة الكلفتة، نسيبها لأهل الكلفتة ونشتغل مع الناس اللي بتحبنا والناس اللي واثقة ان احنا بنبذل أقصى مجهود وبنسافر كل سنة مرة واثنين وثلاثة عشان نجيب لهم أعظم حاجة، لأن الطب ده أشرف مهنة على مستوى الوجود، أشرف مهنة وأسمى مهنة، فخلينا دايما ما نحولهاش لكلفته زي ما حضرتك بتقول. حلوه، خلينا ما نحولهاش لكلفته وما نحولهاش الى شكل الطب. الطبيب عمره ما يبقى يعني نجم سينما، ما ينفعش نجم سينما، السينما ليها شكل والطب شكل دي. صعب قوي ان احنا نقلد نجوم السينما، زي ما ما نحبش ان حد يقلدنا، احنا اطباء ولنا نجوميتنا الخاصة ولها شكلها الخاص المنبعث من العلم. نجومية الدكتور يا جماعة انه يكون شاطر، نجومية الدكتور انه يكون مذاكر، هي دي نجومية، وهو نجم في عيادته او نجم في المركز بتاعه، وانه يطلع حالة زي دي ومعجبين وهم عيانين او مرضى. بالظبط كده، نورتنا، الله يخليك دكتور. ضيفي العزيز المبدع الرائع الاستاذ الدكتور كريم ابراهيم هيا ابدع النهارده، والنهارده استمتعت بحلقة رائعة جدا، حلقة انا بعتقد انها من افضل على الإطلاق في العمل والطرح العلمي الخاص بيكم. وعجبني جدا جملة أنا هحييه بعد الحلقة عليها كتير قوي، قال مشاهدين الدكتور يستاهلوا. أنا سعيد قوي بالجملة دي، وأنتوا فعلا تستاهلوا. خليكم مع الدكتور.